طوناب راهي مخزنه عندها ما يقارب 10,000 طن، ان شاء الله سيتم اخراجها ان شاء الله في شهر رمضان بسعر 250 دينار 250. لازم يعرف المواطن بان اسدينا تعليمات الان في الوقت اللي نتحدث معك فيه فرق مختلطه بيننا وبين الفلاحه مع الامن ومع الدرك داخله في الاسواق باش تراقب هذه، لان ارتفاع صح ارتفع سلك ليس بهذا الشكل. وبالتالي لو الان تلاحظي بالامس بدات الامور تتراجع بعد ما تدخل الاعوان رقابه تجاره فلاحه امن برك، دخلنا بقوه ومازال ندخلوا بقوه حتى يعرف السوق استقراره، لان صح عارفين باللي ما كانش الكميات كبيره، عارفين بان كل ما يتعلق باكل الدجاج وغيره ارتفع، لكن ليس بهذه الدرجه. وبالتالي تعاوننا مع وزاره الفلاحه مع السلطات الامنيه ان شاء الله تكون، وفي رمضان هذه 10,000 طن اللي راهي في لوناب ان شاء الله تخرج المواطن ب 250 دينار، ان شاء الله راح يكون في استقرار في الايام القليله لهذه الاسعار.